السلام عليكم راح نبدأ بشرح الجابتر السادس موضوع البت مونتبليكسينغ البت هو عبارة عن أكثر من إنبوت أو أكثر من إشارة نخليها بشانل واحد بس أكو شرط هنا أنا. لازم الإشارة الأولى والإشارة الثانية والإشارة الثالثة البت ريت مالتين الأربي متساوي يعني الار بي الاولى تساوي الار بي الثانية تساوي الار بي الثالثة الأربي بي مال قانون مالتها هي ريت يساوي الان في الار بي الان يمثل عدد الاشارات يعني في بهاي الحالة راح يصير ثلاثة ار بي قلنا انه لازم الاشارة الاولى والثانية والثالثة متساويات هذا مثال يقول ستاب multiplexing using TDM for three speech message السمبل هي ثمانية كيلو هيرتز عند البي سي ام انتو ثمانية بت على سمبل يعني اذا اريد نطلع الار بي يساوي ان في الاف اس ويساوي ثمانية في ثمانية يعني اربعة وستين بيت بير بت العفو بت بير سكند هاي قلنا ثمانية اللي هي البت والاف اس هو كيلو هيرتز راح يصير اربعة وستين كيلو بيت بير سكند هو الكاتب انه كم سبيتش ثلاثة فلهذا نقول ثلاثة بي سي ام اه ان اه ثمانية بت والاف اس هي ثمانية كيلو هيرتز البت مال كل واحدة منهم اربعة وستين تدخل على شانل البت مال هو اربعة وستين في ثلاثة أربعة وستين في ثلاثة هي مية واثنين وتسعين كي بت بير سكند هسا هنا هاي طلعنا طلعنا الشانل مال ال ثري سبيتش هنا أنا أكو شيء إضافي هو مو مطلوب بالسؤال بس هنا أنا ضايفة هاي هنا إذا يطلب مثلا إذا كتب بالسؤال and يعني ويا المطلب هذا يقول عند ميوزك الميوزك سيجنال الان مالتها هم من ثمانية بت ولف اس اربعة وعشرين كيلو هيرتز هنا ايش راح نسوي ثمانية في اربعة وعشرين مية واثنين وتسعين مية واثنين وتسعين نقدر نخليها ويا اربعة وستين بت ما نقدر زين اذا الثلاثة ثلاثة سبيت نجمعها هالقد راح يصيرن راح يصيرن مية واثنين وتسعين كيلو بت بير سكند فلهذا نقدر نقول انه الشانل مال السبيتش مال هذين الاشارات الثلاثة نقدر نخليه ويا الميوزك بشانل ثاني لما نخليه بشانل ثاني راح يصير اثنين في مية وتسعين راح يطلع لنا البيت ريت مال تشانل الكلي ثلاثمية واربعة كيلو بت بير سكند يعني هنا اذا طلب الميوزك بال بالمولتيبلكسينج واحنا عندنا سبيتش قلنا نجمع السبيتش واحد نو نخليها ويا الميوزك بشانل ثاني هسا نروح لل يونيب... يونيبولر ترانسميشن قبل ما نروح لليونيبولار ترانسميشن هنشرح نشرح شغله هي الروتين نون زيرو ونون روتيت نون زيرو الموجة المربعة هي يا اما واحد يا اما صفر او يا اما موجب اي يا اما سالب اي يا اما صفر هاي شنو هاي هاي بحالة نون روتيت زيرو اذا روتين تو, آه، تو زيرو صح صير هاي موجب اي صفر سالب اي بالموجب اي راح تروح نص نوب نوب ترجع للصفر يعني نص المسافة هاي يعني نص المسافة موجب والباقي صفر بالصفر صار كلها صفر بالسالب اي يعني اذا عدنا بالاشارة راح يطلع سالب اي همين نص لسالب اي والباقي يرجع للصفر هاي بالروتيت نون زيرو هسه يصح اليونيبولار بولر هو يا اما واحد او صفر اذا البت واحد يرسم هيجي. اذا لبّت صفر يرسم صفر هاي شنو هاي نون روتيت زيرو اذا روتيت زيرو يعني يرجع لصفر شنون الصفر يبقى صفر الواحد راح يصير نصه موجب اي النص الثاني صفر يعني مثلا خلينا نقول هنا مثال انه عدنا ال اللي عدنا واحد صفر واحد صفر صفر واحد هسه نريد نرسم الواحد الواحد اول شي هاي نور روتيت زيرو وهنا روتيت زيرو الواحد الواحد راح يصير رسمه هيجي الصفر راح يصير صفر الواحد يصير رسمه هيجي صفر هيجي يبقى الصفر الواحد هيجي هاي صار واحد صفر واحد صفر صفر واحد اذا روتيت زيرو وشلون راح يصير؟ للنص يرجع صفر صفر يبقى صفر هاي واحد فنروح نرفع واحد لو بالنص ونرجع صفر الصفر يبقى مثل ما سوينا وهمين الواحد للنص انه يرجع صفر نفس هذا المثال هاي هنا واحد يبقى واحد صفر صفر الواحد واحد الصفر صفر هاي بالنون روتيت زيرو مريت زيرو نفسها بس انما كانما جاي نقسم المربع بدل ما يصير المربع كبير راح يصير نصه يعني النص يصير زي صفر هاي آه النص صار صفر هاي آه يعني من واحد نصه صار صفر نصه صار صفر نان همين من هذا الواحد نصه صار صفر وهيجي هذا آه آه باليوني بولر بالبولر شلون راح يصير طبعا اذا طلب الافرج باور مال نون روتيت زيرو شلون راح يصير اذا هي واحد راح يصير واحد على اثنين في اي تربيع اذا هي صفر واحد على اثنين في صفر راح يساوي اي تربيع على اثنين يعني بالحالة انه اذا واحد راح يصير اي تربيع على اثنين اذا صفر راح تطلع صفر بعد اكو شي هنا طالب هومورك اذا هو روتيت زيرو شلون راح يصير اذا روتيت زيرو البي تساوي واحد على اربعة واي تربيع اذا هو واحد البي تساوي صفر اذا هو صفر هسه الباي بولار ترانزميشن البايبولار ترانزميشن شلون راح يصير الرسم مع البايبولار بالصفر سالب اي بالواحد واحد بالرتيت زيرو السالب اي يصير للنص ويرجع صفر الموجب اي يصير هم للنص ويرجع صفر هاي اه هنا مثال هنا عندنا واحد يعني مو اي صفر سالب اي واحد موجب اي هاي هم من واحد راح يبقى موجب اي صفر النزلة السالب اي واحد الرفعة الموجب اي صفر النزلة السالب اي واحد الرفعة للموجب اي إذا اه روتيت هو هو واحد أول شيء واحد الرفعة للموجب اي وللنص نرجع صفر النزلة السالب اي للنص وضلع هاي هنا همين هذا الواحد نص ونو رجع هاي همين هذا هنا همين واحد رفع للنص رفع ونص ال اللي... نص الإشارة نو الصفر والواحد إلى النهاية يعني هنا أنا. مثلا احنا عندنا اذا طلبنا من اليوني بولر دائما احنا شنسوي؟ نسوي نقول واحد صفر مثلا هاي واحد واحد صفر نجر نقاط هيجي مثلا هاي هاي راح أحلله روتيت زيرو هذا الواحد نسوي هيجي لنوصل نزلة صفر الصفر النزلة سالب اي للنص رجعه الواحد انصاعده موجب أي للنص ونرجع من واحد انصاعده موجب أي والنص ونرجع هذا صفر النزلة وللنص نوب الرجعة صفر وهيجي هاي بعض الملاحظات على ال البايبولر والنون بولر بولر هنا هاي هميني يقول احسب الأفرج باور مال الروتيت زيرو الأفرج باور مالروتيت مال زيرو شلون راح يصير؟ راح يصير واحد على اثنين في اي تربيع على اثنين هاي وين؟ هاي بالروتيت زيرو في اي تربيع على اثنين زائد واحد على اثنين في اي تربيع على اثنين هاي بحالة الصفر هنا هاي بحالة الواحد بالاخير نم عين يطلع الحل ما هيطلع اي تربيع على اثنين يقول هذا هنا انا نفسه بس شنو نون روتيت زيرو بحاله نون روتيت زيرو البي راح تساوي واحد على اثنين اي تربيع زائد واحد على اثنين اي تربيع يعني راح يطلع يساوي اي تربيع هاي بحاله الواحد هاي بحالة صفر يعني الفرق ما بين البور مال الصفر مال اليوني بولر والبولر باليوني بولر البور صفر دائما اذا هي صفر البور صفر لا بالبولر لا لها قيمه هسه المانشستر المانشستر رسمها ثابت إذا صفر رسمها هيجي إذا واحد رسمها هيجي هسه هنا عينا صفر الصفر للنص ويرجع يرجع آه للواحد ومنو من الواحد شلون راح يصير رسمه يجي رسم ثابت بس نحفظ انه اذا اكو اذا عدنا البيت صفر نرسم هيجي اذا عدنا البيت واحد نرسم هيجي بالدفرنت مانشستر بالدفرنت مانشستر لا هنا راح يختلف احنا, إحنا دائما نبدي من المودل هاي اول شغلة هسه هنا اول شغلة هو مودل اذا اجا صفر ينعكس اذا اجا واحد يبقى اذا اجا صفر تنعكس القطبية بينما اذا اجا واحد تبقى القطبية هسا هنا هو صفر يعني راح تنعكس القطبية من الموجب راح تصير سالب نكمل النص ونرجع هنا البت صار واحد ما تنعكس القطبية يعني نبقيه واحد للنص ونرجع ونكمل هسا صفر هم نعكس القطبية ورا الصفر شنو هم همين صفر هم نرجع نعكس القطبية وراها واحد واحد نبقى القطبية نصعده هسا هنا من واحد نبقى القطبية يعني القصد من المانشستر المانشستر رسمه ثابت لهذا راح يصير سهل بس الديفرنشال شوية راح يختلف خلنا شوية اشرح المانشستر على الديفرنت مانشستر لان اعتقد شوية هي معقدة بها شوية تعقيد هنكتب هنا أنا مثلا صفر واحد واحد صفرين واحد صفر هاي موجب هاي سالب هنبدأ أول شيء صفر إحنا نبدأ من المولد مع طول صفر يعكس القطبية يعني راح نروح سالب باللي مانشستر دائما للنص ونصعدها أو ننزلها إذا هي نازلة العفو إذا هي صاعدة هسا هاي هنا لقينا صفر وإحنا نبدأ من المولد راح يصير بالسالب ونرسم ونرسم مانشستر هسا هاي هنا أنا واحد بالواحد تبقى القطبية يعني يبقى الخط بس نرسمها مانشستر يبقى الخط للنص ننزلها نوم نكملها واحد همين يبقى القطوية يعني راح يبقى نجار الخط نوم نصعدها ونكملها هنا صفر راح تنعكس القطبية لازم نرجع ننزلها نوم النوبينة وبعدين نرجع نصعدها صفر همين راح تنعكس القطبية واحد راح تبقى القطبية وهيجي صفر راح تنعكس القطبية هسه صار هيجي. بالبداية صفر انعكست القطبية من الموجب للسالب صارت ونرسمها سيستر واحد تبقى القطبية واحد همين تبقى القطبية هنا صفر عكسناها يعني هي كانت موجب صارت سالب انه وين همين هنا همين صفر وهي همين كانت موجب بهم راح ترجع سالب انها واحد وهي سالب راح تبقى سالب وهيجي الرسم مال ديفرنشال ما يعتمد على انه الصفر الى رسم ثابت والواحد الى رسم ثابت لا لازم نعتمد على النكست بيت والبت اللي احنا بيه آخر موضوع هو الأي أم أي. الأي أم أي دائما مرة تجزيره. شنو الأي أم أي؟ الصفر نرسمها صفر. الواحد نرسمها مرة موجب أي، مرة سالب أي. بس بشرط، شنو الشرط؟ شرط مثلاً الأدنى واحد صفر واحد واحد صفر واحد. هنا هاي موجب أي؟ هاي هنا سالب اي هذا الواحد رسمه واحد صفر رسمه صفر هذا الواحد لا راح يصير سالب يعني شنو يعني اذا احنا اذا احنا بدينا هذا واحد بالموجب لازم الثاني شنو سالب الثالث موجب الرابع سالب الخامس موجب السادس سالب وهيجي بالرسم راح تتوضح هنا هسه هنا هاي مو طبيت بولر ما مالتي شلون راح يصير بس هاي نوع النتيج تصيرو الواحد موجب اي والصفر صفر هاي موجب اي للواحد هنا هاي لان صفر دار الخط على الصفر هنا انا واحد رسمه كم موجب اي هاي هنا همين من واحد كمله موجب اي صفر رجع على الصفر وكمل لحد ما صار رجع واحد فرسم واحد بالباي بولر راح كوحدات كواحدات وكموجب اي وكسالب اي همين الواحد يرسم موجب اي والصفر راح يرسم سالب اي همين هنا هاي لان واحد موجب اي لان صفر سالب اي وهيجي باليوني بولار نوتيت زيرو نفس الرسم الفوق بس الفرق للنص وينزله للنص وينزله للنص وينزله, للنص وينزلة. هاي هنا نص ونزله هنا همين نصه ونزله هنا همين عن نصه ونزله هاي همين عن نص ونزله وبالباي بولر همين نفس الشي، نفس الرسم الفوق، بس بالنص ونزله هاي هنا الباي بولر وب... و نون روتيت زيرو نفس الرسم بس راح يصير هنا نون روتيت زيرو نص الإشارة تصير موجب أهي والباقي صفر وبالصفر نص الإشارة سالب أي والباقي صفر الـ AMI أي هو مباشرة نوت زيرو بس شلون راح نرسم هسه هنا عندنا واحد صفر واحد الواحد يعني أول مرة موجب أول مرة يرسم مو دب اي هاي الرسم مو اي بس روتيت زيرو ثاني مرة صفر فيبقى صفر ثالث مرة هاي واحد هنا الحالة الأولى سوينا مو دب اي فالحاله الثانية لازم شنو نسوي سالب اي هاي هنا همين واحد هنا هاي كان سالب راح يصير مو آخر مرة خلينا الواحد شنو هو مو دب هنا أنا همين راح يصير واحد هاي آه هنا صفر 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 لهذا الرسمة كصفر هنا بالواحد آخر مرة رسمنا الواحد موجب لهذا هنا راح نرسمه سالب بقى شنو سبلينت فيز مانشستر سبلينت فيز مانشستر قلنا يعتمد على البيت سبلينت فيز هو نفس الديفرنت إحنا قلنا أول واحد هو واحد، فلهذا هذا القطبية راح تبقى هنا أنا هاي صفر راح تنعكس القطبية، هنا اه الورا راح يصير واحد فلهذا هذا القطبية راح تستمر وراها همين واحد همين تستمر، نوبن هسه هنا أنا صفر راح تنعكس وهاي همين صفر همين راح تنعكس وهاي همين صفر همين راح تنعكس واخر بيت واحد راح تبقى القطبيه هسه كملت الموضوع الاول الموضوع الثاني راح المخاطرة بالمحاضره اللي